مين كان مشاغب أكثر بطفولته، جورج أو لورا؟ مين دمعته سخية أكثر وبتنزل أسرع، جورج أو لورا؟ ما تتطلع ما تتنقلي عم بتسابق. لا لا أنا 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 لا أنا بفتخر. أنت حنون أكثر بتتأثر أكثر. لا أنا دمعتي سخية. بيقولوا الشخص المبدع ما بيكون كثير مرتب بغراضه. مين خزينته منكوشة أكثر؟ محتارة صراحة نحن الاثنين. مين بيتوتر أكثر قبل كل عرض مسرحي، جورج أو لورا؟ أيوه جورج. كمان زابطة. أوكي. مين بيصير معه فورير أكثر على المسرح، جورج أو لورا؟ شو يا لورا؟ مظبوطين؟ مظبوطين؟ لأنه بعمل كثير فورير، لأنه هو يعني يمكن معدوم الفورير تبعه، يعني يمكن مرة أو مرتين. ما في شيء بيضحكني على المسرح. 15 سنة. قليل قليل كثير. مين بيناتكم بلحظات التعب بيتمنى لو ما كان ممثل، جورج أو لورا؟ يافتا جورج. يعني ما بعرف ما بعرف حتى لورا. فيك تبرم على مروحه حتى يعني ما بحس انا ابدا، انا ولا مره، انا اذا برجع بخلق بنفس الموهبه بعمل ممثل. مين بحب بطنه اكثر ودرسه طيب بالاكل، جورج او لورا؟ هي صعبه يعني، ما انه جورج اكثر بس مش كثير كمان. نحن عائله ما بنحب الاكل. مين مش دقيق بمواعيده وبيتاخر مع حجه الخمس دقائق واصل على اللبناني؟ شو يا لورا؟ هلا بالشغل ما حدا. باليافطه باليافطه بالحياه ولا باليافطه بنرجع نحكي بالشغل ما حدا. بالشغل نوي صدقيني. طب بالحياه 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 اختلفوا. شو صفايا اختلفوا؟ مين كان كسلان اكثر بالمدرسه، جورج او لورا؟ هيدا اخر سؤال. ما بعرف صراحة بيناتنا بعتقد فينا نعملها هيك. فيك ترجع تحضر هالحلقة من فيميل عبر أبليكيشن الـ LBCI ساعة اللي بدك وين ما كنت.